المواد كلياتها بدنا نحضرها نحن بكره. ايه هيك لازم. ايه وشو يعني؟ اوكي شو يعني يا زلمه؟ لازم. انا مو حلوه بالعيديه. حلال عليك لك ابو زوز والله ضر. بدك تطلع لهون شو صار لك بالمره؟ فقدت الحياه؟ بدك تطلع تطلع بس مو تفضحنا. ما بصير هيك. حكيت شيء وتحركشتها. حكيها؟ طلع فيه. ماله مبين عليك من لبسهم انه بنات زواج؟ بعدين يعني افترض انه رحت انا حاكيتها مثلا. قال يعني هي ردت علي، رضيت تمشي معي. إذا سألتني عن أهلي شو بدي أقول لك؟ أخرط لأخرطها يعني شو رح يجري عنا على حالها؟ ما بدي أخرط عليها ولا تخرط علي. هيك أنا بخير. طيب عرفت شو اسمها؟ ليش ضلك عم تطلع فيني وما تطلع لهني؟ حلا اسمها حلا. والله اسم على مسمى. حلال عليك جوج. حلال علي لاني بعرف اسمها؟ العمى بعيونك شو عينك ضيقة. كيف ما امشي معها؟ انا؟ لا انا. قوم قوم قبل ما تشمسنا قوم. يا لطيف شو بنت حلال؟ حلال تأكدت؟ بتعرفي من شوي كنت صافي وعم فكر فيكي، خايف اتصل لتكبر المشكلة. وينك هلا؟ بالمستشفى وبكره طالع. طمني عنك كيف صرت؟ لا الحمد لله كثير منيح. بدي كم يوم علاج فيزيائي وبرجع مثل الحصان. طيب يلا ماشي، بدك شيء؟ شوي بدك شيء؟ ليش مستعجلة؟ لأني كرهانتك ومو طايقتك، بس حبيت اطمن عليك. كرهانتيني؟ ليش بإيدي أنا عملت الحادث؟ ما شفتيها بداك الحيوان شلون جاي معكس؟ مشان الله لا تذكرني. يعني كرهت عمري من ورا المشاكل هالكم يوم مع زهير، ولهلأ مو عارفانة على شو بدها تقفل القصة بيني وبينه. على حد علمي انحلت القصة. والله لهلأ مو مبين معي إذا مشي الحال ولا لا. يلا بسيطة. أنا بطلع إن شاء الله كم يوم بتصل فيك. اوعك تدق لي انت، انا بس تكون ظروفي منيحه بحاكيك، بلكي كان هون. ماشي مثل ما بدك، بس لا تطبلي علي. ماشي يلا دير بالك على حالك، باي. وبتعرفوا كمان انه عندي بنت بالنمسا مقيمه صار لها 10 سنين هنا. مظبوط. صار لها 10 سنين. صحيح هي الأسئلة الروتينية، بس أنت بدك تجاوب عليها إذا قلت إيه ولا قلت لا. فهمت علي؟ مثل العادة، بس فيك تقولي إمتى بقدر أروح؟ رح تروح. أنا ما رح خليك قاعد عندي هون، بس أول شيء رح تنزل عند الشباب ترتاح شوي. ادخل. احترامي سيدي. خذ الأستاذ توفيق لتحت. واعملوا له عندكم كاسة شاي أكرك عجم من تبعاتكم. ها ماشي معلم. حاضرين.
قوم انزل لعندهم يا استاذ توفيق ودير بالك على حالك. ها قوم. هذا تمني ولا تحذير؟ شو قلت؟ افهمها مثل ما بدك. خذو. الله لما كنت جيب صافي لهون ولاعبه كان يوصل عند باب الحديقة ويشهق من فرحه، وأنا كنت ما صار لي سنتين موظف ومبسوط إني عم أسس حالي وجاني ولد وطايرة علي فيه كأنه مبارح. هلا أنا ختيرت وطالع التقاعد وبعدين على القبر كون بده يعمر. الله يرحمك يا أبي. الله يسلم هالإيدين يا رب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. تفضل. يسلم. شكرا. سلمونا أخي خليل يسلم هديات يا رب. شكرا لك. إن شاء الله صحة وهنا. أخي اشربوا القهوة وإن شاء الله شغلتكم محلولة. بمعية الله ومعيتك سيد خليل. ولو تكرم عيونك، أنا كام أبو الزين عندي. لك على راسي والله. كفو يا جار كفو. أنا اليوم مساء بتصل برفقاتي وبخليهم يتوصوا فيه، وبكرة الصبح شو بقدر أعمل؟ رح ساويه بكل بساطة. بس ما يفهموها الشباب من هذيك التوصاية. هذيك التوصاية ما بدها توصاية، طبيعية بتجي. جاري أبو جواد مثل أخي، عمي. هاي الخدمة اعتبرها لي، وشو بتكلف إكراميات وخلافه نحن جاهزين. وأبو جواد صار أخي كمان. اسمع أخي أبو جواد، هلأ بعطيك رقم تليفوني وبكرة العصر بتحاكيني وأنا بفهمك على الترتيب كله. على عيني. تسلم عينك. تفضلوا اشربوا القهوة. تفضلوا. اي والله. خليهم معك بابا، إذا لزمك شي بتاخد منهم. يا بابا والله إذا ضلوا معي بدي أصرفهم على شغلات فاضية، أما أنت بتصرف على اللازم على البيت. الله يعطيك العافية يا ابني. الله يعطيك العافية. بعدين أمانة برقبتك، أي شي بيلزمك بتصرف من مصاري ابنك، ما معقول تتدين من الغريب ومصاري ابنك موجودين. أنا الحمد لله عندي راتب وحوافز وأموري بخير. إن شاء الله ما بتحتاجهم يا رب. بس أبو الشباب في مجال تكتب لنا فيهم وصل أمانة ورقة كذا؟ خود خود ما بدي. يا سيدي انت ثقة ما بدي منك شي خوف. مجد الطيب. ايوه ايوه هو سيدي. حاضر. تعال عندي. حاضر سيدي حاضر. رجلي يا هلا ايش نتو صاير فيك؟ بيعرف عينك مدعوم كنا ما عملنا لك فلقة. الله يجزيكم الخير سيدي. الله يجزيكم الخبرة. يلا بسيطة، بدك شيء هلا؟ لازمك شيء؟ سلامتك بس معيتك إذا في مجال طشت مي وشوية ملح. تكرم. يسلم. Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.